أين مرحبا بكم، معكم أمنية فتحي من راديو مباشر وحلقة جديدة من برنامج قبل التداول، ومعي على الهاتف ضيفي الكريم الأستاذ وليد هلال المحلل الفني ومدير المحافظ بشركة المقتم وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين. بعد التحية أستاذ وليد، أود أن أذكر مستمعينا الكرام بإغلاق جلسة الأمس، حيث أغلق المؤشر الثلاثيني إيجاك 30 منخفضا بنسبة بلغت 2.4% عند مستوى 9585.92 نقطة. في ضوء ذلك، يعني ما هي توقعاتك لأداء المؤشر الثلاثيني في جلسة اليوم؟ والله أنا متوقع أن احنا هنبدأ على هبوط تكملة الأداء النهاردة السلبي، وحنوصل لمستوى 9500 او 480 470، يعني الراوند المنطقه دي. دايما يا جماعه يعني خلي بالنا ان الدعم او المقاومه ما بتبقاش نقطه محدده، تبقى منطقه ليها فلتر. فبالتالي احنا عندنا مستوى 9500 480 ايا كان المنطقه دي، اعتقد ستكون رادعه للهبوط وسيظهر عندها المشتري، لان يعني احنا في موجه تصحيحيه صغيره فرعيه، لكن الموجه الاكبر والاكبر والاكبر منها موجه صعبه. فبالتالي احنا عند مستوى 9500 يعني ان شاء الله هيظهر المشتري، وهتبدا الاسهم تكون صلب ويبقى فيها بدايات تجميعيه مره اخرى بمشيئه الله. نعم، وماذا عن توقعاتك لاداء المؤشر السبعيني؟ والله المؤشر السبعيني هو عنده مستوى دعم حاليا عند 585 586، لو انكسر بكره اول الجلسه ممكن نشوف 574. ولكن برضو عايزين نقول ملحوظه مهمه، ان يا جماعه مش كل الاسهم يعني بتسير مع المؤشرات، يعني مؤشر السوق الرئيسي مؤشر الاي اكس 30 اي نعم هو في اتجاه هابط قصير الاجل، ولكن اعتقد ان هيبقى فيه برضو اسهم ادائها افضل من اداء المؤشر نفسه، وفي اسهم ادائها اسوأ. كذلك المؤشر السبعين النهارده كان في اسهم، بعض الاسهم الخضراء، واحنا بنتكلم على بورصه النيل اللي كان ادائها ايجابي وانتهى واغلقت في المنطقه الخضراء. فبالتالي يعني مش عايزين نرتبط قوي حتى المؤشر، ان احنا كلنا عارفين ان المؤشرات مش معبره قوي عن السوق، فخليك مع سهمك وركز على مستويات دعومه، يعني تعامل مع كل سهم زي ما بنقول كده بالقطعة حسب معطياته وحسب الموجة التي يسير بها من حيث الدعوم والمقاومات، لأن مش كل الدنيا بتمشي مع المؤشرات حرفيا. نعم، يعني أستاذ وليد، ما هي توقعاتك لأداء المؤشرات القطاعية والأسهم؟ أنا شايف أن القطاعات بتتبادل الأدوار، شايف ان قطاع يعني التعدين كان تحسن الايام الماضيه، شايف ان النهارده في تصحيح قوي لقطاع الاسكان، وقطاع الاتصالات ايضا في تصحيح جلوبال وراسكوم اتصالات. يعني لو هنبص للمعطيات الاقتصاديه والسياسيه والاجواء العامه للبلد، هنلاقي ان احنا يعني باذن الله عاجلا ام اجلا في الفتره القصيره القادمه سوف تنتهي هذه الازمه وهذا اللغط وهذه القلق التي تحدث يعني من منذ بدايه شهر فبراير. للاسف يعني في مجمله ما كانش ايجابي على المستثمرين، ما كانش حلو. دايما الناس بتبقى متخوفه شويه من شهر فبراير، بيبقى غير شهر يناير خالص. فبالتالي احنا يعني ان شاء الله كده كده القطاعات هتبدا ان هي تاني تعود ليها السيوله والاداء الايجابي، قطاع الاسكان ولكن بعد ان يكمل تصحيحه قصير الاجل، كذلك قطاع المحاصيل الزراعيه كان بدا برضه يخش فيه السيوله، قطاع المقاولات. يعني البلد داخله على مؤتمر اقتصادي عالمي، وداخله على مشاريع كبيره، وداخله على استثمارات ان شاء الله يعني تجلب في الشهر القادم. فبالتالي هيبقى فيه يعني تجاوب مع هذه القطاعات. دايما الاستثمارات بتدور على القطاعات اللي البلد محتاجاها، لكن يعني نعدي بس اليومين دول ان شاء الله، واعتقد ان هيبقى فيه اداء افضل الفتره الجايه. نعم، يعني أستاذ وليد، سؤالي الأخير لك، بماذا تنصح المستثمرين في جلسة الثلاثاء؟ والله هو طالما احنا بنقول عندنا مستوى دعم عند 9500 وطالما أو حتى أقل قليلا يعني، وطالما بنقول إن السوق يعني نزل من القمة بتاعته لغاية تقريبا بكرة كده هيبقى مثلا عندنا 500 تقريبا، فأعتقد في إطار اتجاه عام صاعد متوسط طويل الأجل. فبالتالي هتبقى دايما النصيحة في الهبوط وفي الجلسات الحمراء، النصيحة هي الشراء وأخذ مراكز شرائية ولو بأجزاء. أعتقد أن يعني اللي هيشتري في البنك سواء بداية جلسة الغد وربما حتى النهاردة يعني في آخر الجلسة، إن شاء الله هيكون رابح في القريب العاجل عندما يعاود السوق صعوده مرة أخرى بإذن الله. نعم،
يعني أستاذ وليد هلال مدير المحافظ بشركة المقطم والمحلل الفني وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا على راديو مباشر. شكرا لك يا فندم. شكرا. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج قبل التداول. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني mubashir.info. كنت معكم أمنية فتحي من راديو مباشر، وإلى أن يتجدد اللقاء دمتم في أمان الله.